اخوي الله يعافيك، وش قال المهندس في البيت بحكم انك صاحب البيت؟ المهندس جاني هنا وشاف البيت، يقول عندي المجاري تمشي من تحت الارض في البيت، تمشي على البيت كامل من تحت. عجيب، يعني الاساسات جل منهاره. اي الاساسات منهاره، وسالت صاحب البيت نفسه اللي شريت منه. اي اللي شريت منه قال لي نعم انا مخليها تمشي من تحت البيت. طيب شلون هذا هذا بيسبب انهيار؟ طيب والله عاد هذا. طيب كم مره رممته؟ 3 مرات خلال سنه. خلال سنة واحدة؟ أيه. وكم شريته؟ 885 مع الفوائد؟ 1,200,000. 1,200,000، يعني 1,200,000. الله يعوضك خير، نسأل الله أن يرد حقك. أمين. أحد الغرف من التصدعات الموجودة ما يستطيع صاحبها فتح الباب. شوف إلى هذا الحد. شوف الباب هابط، ونتيجة التصدعات الموجودة هذه. البيت عمره أقل من سنة، دورة المياه والمغاسل أيضا نموذج. شوف وين واصل إلى السقف، كل هذا شرخ. يعني في رأيكم من يتحمل مسؤولية الجريمة هذه والجناية؟ لا قدر الله طاح السقف على أطفال، على أصحاب البيت، من يتحمل المسؤولية فيها؟ رجل تكلف أكثر من 1,200,000 وقروض وزحمة، وفي النهاية تطلع النتيجة بكل بساطة هذه النتيجة. المخزن من المضحك المبكي الشارع يشوفونه من كثر وسع الشرخ هذا والشق، أكثر من 3 سنتي الناس تشوفه برا، كبير جدا، ترى رممه 3 مرات في أقل من سنة. هذا المحصلة. شوف